تزامنا مع حلول الذكرى العطرة لولادة الإمام الحسن عليه السلام، وفي ساحة ما بين الحرمين الشريفين، أطلق المجموع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة فعالية برنامج القرآني الصغير، إذ يهدف إلى تعزيز الثقافة القرآنية وترسيخها لدى الزائرين. القرآن منهج حياة، انطلاقا من هذه القاعدة عملت العتبة العباسية المقدسة من خلال المجمع العلمي للقرآن الكريم بكافة تشكيلاته، ولا سيما معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، على إشاعة الثقافة القرآنية في كافة أطياف المجتمع المؤمن. واليوم من خلال برنامج القرآني الصغير نستهدف فئة الطفولة من أجل ترسيخ الثقافة القرآنية قولا وفعلا وسلوكا في هذه الشريحة المهمة لضمان المستقبل إن شاء الله تعالى. يهدف هذا البرنامج حقيقة إلى ترسيخ ثقافة القرآن الكريم ممزوجة بثقافة أهل البيت عليهم السلام، من خلال الأسئلة المنتقاة بعناية، من خلال اللوحات التي سيلونها الأطفال، من خلال المقولات الأخلاقية، من خلال أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام التي ستلون بلوحات جيدة، ونعطي هذه اللوحات والهدايا الأخرى للأحبة الأطفال لتكون لوحات تذكارية لهم إن شاء الله تعالى. أنا أحد المشاركين في برنامج القرآن الصغير، وحافظ لي 12 جزء من القرآن الكريم، وحافظ لي بعض خطب ووصايا المعالي عليه السلام في نهج البلاغة. وطبعا هذا البرنامج القرآن الصغير عزز من ثقافتي الحسينية وثقافة القرآن الكريم. البرنامج الذي يستمر لخمسة ليال يقدم للزائرين معلومات قرآنية خلال مسابقة ومحطات تعليمية وسيرة النبي وأهل بيته عليهم السلام بطريقة مبسطة ومناسبة للأعمار كافة، فضلا عن مشاركات قرآنية ودينية متنوعة للزائرين البراعم.